رؤيتك بقى للماتش بشكل عام، الاجواء، الجماهير هناك اللي هتكون موجوده نادي الزمالك، عايز اقول لك ان في هيبقى استقبال محترم وده الطبيعي من جماهير الزمالك طبيعي. للبعثه هناك، هيبقى في تواجد في المران الرئيسي بالنسبه لجماهير نادي الزمالك للفرقه، كل دي اجواء برضو بتشوف ازاي هتاثر بالايجاب في اللعيبه. هو خلينا بس الاول نبتدي من السفر، يعني فكره القرار الاداره بالسفر يوم الثلاث اللي هو بكره ان شاء الله بشكل مبكر، ده قرار انا شايفه حكيم جدا نظرا للتعود على الاجواء، ان الفريق يبعد طبعا عن التوترات او الكلام الكتير اللي بيحصل هنا في مصر، نتحط في معسكر، يتحط الفريق جوه معسكر، اعتقد ده قرار بشكل كبير سليم جدا. اعتقد يعني الاداره، انا طبعا شايف ان برضه رئيس البعثه هيبقى الكابتن حسين لبيب بنفسه، ده برضه قرار كويس جدا، برضه بيدي ايحاء للعيبه ان رئيس مجلس اداره النادي نفسه هو اللي ما هو اللي مسافر رئيس للبعثه، فده يدل على قيمه الحدث واهميته وتقدير الاداره للفريق بالظبط كده، وان هم معاهم في المواقف المهمه وفي اللحظات المهمه. نادي الزمالك لما يحصل على بطوله قاريه دي بتبقى لحظات تاريخيه انت عارف بالنسبه لاي نادي، فما يبقى موجود رئيس النادي معاك ده حتى بيوفر لك انت وبيشيل من عنك ضغط كتير. بالظبط، بيبقى فيه عبء نفسي على اللعيبه او كده، لا اعتقد ان كده بشكل كبير جدا ان شاء الله اللعيبه ما لهمش حجه، بس ان شاء الله يأدوا في الملعب، ومستر جوميز يحط التشكيل الانسب ان شاء الله يكون ربنا يوفقه في كل اختياراته بالنسبه للمباراه دي يعني. بالظبط، ويمكن مستر جوميز في ميزه جامده جدا ان هو بتاع المباريات الكبيره، ويمكن ده حتى زي ما كنا لسه بنتكلم على اللقاء الاخير طبعا اللي هو كان بهدفين سيف الجزيري، في الماتش ده قدر فعلا ان هو حتى برغم اصابه زيزو في بدايه اللقاء اللي هي اربكه الحسابات بشكل صحيح. كبير، اللي هي شبيهه بنفس الاصابه اللي حصلت في النهائي كاس مصر اللي كان الزمالك على فكره برضه بالمناسبه خرج كان افضل من الشوط كتير. الاول لو تفتكر بعد بالظبط الشوط الاول بالظبط، كانت كلها ظروف قابلتك لكن هو عارف يتعامل معاها. بالظبط، عرف يتعامل معاها وقدر بالاوراق اللي عنده برضه يحل ان هو يحل، ودي ردا برضه على الكلام اللي هو ايه ان الزمالك ما فيهوش اوراق. لا خالص، انا شايف بعد الصفقات اللي انضمت مؤخرا الزمالك اصبح ليه دكه الى حد ما كويسه. اللعيبه اللي موجوده من غير صفقات حتى، اللعيبه اللي موجوده لو في حالتها الفنيه وفي يومها، لعيبه انت بتتكلم على سيف الجزيري مهاجم دولي طبعا، على حمزه، على زيزو، على شحاته، شلبي، يعني مش دونجا، حسام عبد المجيد، عمر جابر، بتتكلم اسماء شيكا، اسماء كلها يعني اللعيبه كلها حتى كبار المرمى جدا. صبحي وعواد الاثنين. بالظبط بالظبط، فيمكن حتى انا شايف ان ممكن تبقى في حيره عند جوميز في اختيار بعض المراكز في التشكيل، يمكن ناس كتير بتتكلم ناصر ولا عبد الله، طب ناصر وعبد الله سوا، طب نركن لا مصطفى شلبي، فاحنا بنتكلم ان يمكن في حتى الصفقات سواء صفقات او اللعيبه اللي عادت من الاعاره زي احمد محمود وحسام اشرف برضو ممكن يكون ليهم دور إضافة كبير جدا. طبعا قويه. بالظبط، فلا انا شايف ان يمكن واحد زي حسام اشرف ده كان بينافس على هداف الدوري السنه اللي فاتت مع بلديه المحله، ممكن يلاقيك ورقه مفاجاه بالنسبه لمستر جوميز ان هو يدفع بيه في بدايه المباراه. اعتقد في بدايه المباراه صعبه شويه زي ما انت كنت لسه بتقول دلوقتي يا خالد ان الجزيري بتاع الماتشات دي، الجزيري دايما لعيب هو فايق في الماتشات دي وبيبقى في حالته بمركز بشكل كبير جدا. ده حقيقي فعلا، ويمكن ده ظهر في الماتش الاخير، هو دايما حتى لعيبه الاهلي مدافعين الاهلي بيتخوفوا منه بشكل كبير. اعتقد حتى يمكن دفاع الاهلي ما اعتقدش انه هيبقى منسجم بشكل كامل لان في عناصر جديده، ودي نقطه احنا لازم نستغلها، زي مثلا يحيى عطيه الله طبعا هو اللي هيكون بيدافع ناحيه زيزو، فاحنا لازم نستغل الجزئيه دي برده من الناحيه الفنيه. اعتقد ان مستر جوميز ممكن يتعامل في الحته دي لانه ممكن ما يبقاش دفاعيا زي هجوميا، برغم ان هو طبعا لعيب دولي يعني كبير. انا شايف ان التشكيل فعلا زي ما قلنا كده مش هيخرج، اتمنى طبعا ان مستر جوميز ما يلعبش شويه في حته ان عمر جابر يلعب ناحيه الشمال. لا محمد حمدي بنسبه كبيره هيكون في مكان الباك ليفت، شايف برضه محمد حمدي تبقى اول مباراه ليه، اول مباراه ببطوله، اول مباراه امام النادي الاهلي، فاللعيب برضه هيبقى عنده بالنسبه له تحديات وحوافز كبيره جدا عايز يعملها مع الزمالك في المباراه دي. محمد حمدي لاعب دولي، لعب على مدار المنتخبات لسه جاي من اولمبياد باريس السنيه كلها. بالظبط كده، بمناسبه اولمبياد باريس برضو احنا عندنا حسام عبد المجيد واحد من اللعيبه اللي كانوا في التشكيل بتاع الافضل للافضل في الاولمبياد، عشان برضو كان في حملات كده ما بيبقاش فيها دعم لبعض اللعيبه اللي عندنا زي حسام وزي دونجا. كل الدعم لكل اللعيبه، كل الدعم لكل اللعيبه. بالظبط، محمد شحاته طبعا من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر، ويمكن حتى يعني انا كان ليا تقريبا كلام مع كابتن عبد الحميد بسيوني قبل كده ان هو فعلا من اللعيبه اللي هو افتقدهم بشكل كبير جدا في طلائع الجيش. اعتقد ان محمد شحاته لو لعب في وسط الملعب جنب دونجا هيكون زمام الامور في وسط الملعب بشكل كبير.